الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه وعمن سار على نهجه وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذه الآيات فيها تنبيه لعباد الله أجمعين، وقد خص الله تعالى من بين عباده بني إسرائيل الذين حملوا التوراة، وتحميل التوراة بمعنى أمرهم أن يأخذوا بها ويعملوا بها، والخطاب في أصله لعلمائهم، ويندرج تحته جميع من كان منهم. في هذه الآيات توجيهان إلهيان مهمان ضروريان عظيمان شريفان جليلان لكل البشر كما أشرت. أول توجيه أن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه فإنه لا قيمة لما تعلمه، لما وسيكون ما تعلمه حجة عليه يوم القيامة. والتوجيه الثاني أن لا قيمة لدعاوى الإنسان الفارغة إذا لم تكن مقرونة بالعمل. كم من الناس في كل زمان ومكان يعلم كثيرا من الدين، ويعلم كثيرا من الأشياء التي ينبغي أن يتخلق بها، ولكنه لا يعمل بكل ما يعلم. قلت مرارا: من من المسلمين لا يعلم مثلا أن السرقة حرام؟ كم واحد؟ معدودون على الأصابع من لا يعرف هذا. كم من المسلمين من لا يعرف أن الرشوة حرام؟ كم من المسلمين من لا يعلم أن ظلم الناس في أموالهم حرام أخذها؟ ولكن الواقع أن كثيرا ممن يعلم لا يعمل بعلمه، فيعلم أن هذا حرام لكنه يفعله. طيب، هناك أشياء يغلبه الشيطان، أي الإنسان يغلبه الشيطان فيها، وقد يكون له يعني عشر عذر فيها. فمثلا في فطرة الإنسان شهوة النساء، فأمرنا بغض البصر، وجهاد النفس عن غض البصر أمر عظيم كبير جدا وله أجر كبير. ولكن مثلا جمع المال وتكثيره وزيادته هذا أيسر من ذلك الأمر، فقد يستطيع الإنسان أن يكف نفسه عن شهوة المال بأيسر، بطريق أيسر من طريق شهوة النساء. لذلك أنت تعلم أن هذا حرام لكنك لا تكف نفسك عنه، هذه مصيبة كبيرة يا أيها الأحبة، وهذه قل أو ندر من لا يقع فيها. كلنا نعرف المحرمات وكثيرا من المحرمات، ولكننا نواقعها. الله تعالى ذم هؤلاء بني إسرائيل ذما شديدا على ذلك. مثل الذين حملوا التوراة، قلت حملوا بمعنى أمروا أن يحملوها، الله تعالى أنزلها عليهم ولكنهم تهربوا منها. هم طلبوا من موسى عليه السلام أن ينزل الله تعالى عليهم شريعة يعملون بها، ولجأوا إليه: نريد أن نعرف أحكام ربنا، نريد أن نفرق بين الحلال والحرام، نريد أن نميز بين الحق والباطل، نريد. جاءوا إلى موسى فلحوا عليه بذلك: إن أمرتم عملتم؟ قالوا: نعم طبعا نحن بدنا. فأنزل الله عليهم التوراة وجاءهم موسى بها فقال: هذه. فقالوا: لا نأخذها ولا نعمل بها. فأنزل الله تعالى يحدثنا عن هذا المشهد المؤلم المؤسف منهم، قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا: سمعنا وعصينا. سمعنا من خوفهم وعصينا لأنهم لا يريدون العمل بها. لماذا طلبتموها؟ لأننا نريد أن نعمل بها. هذا هو الأمر الثاني الذي أشرت إليه، وهو ما أشرت إليه الآية التي بعدها في سورة الجمعة.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لا ينبغي لعبد مؤمن عاقل أن يدعي شيئا ليس له.